إما أن يكون الذين ينكرون على أهل الطريق، على أهل السير إلى الله، على أهل التزكية، أقولها بوضوح، على أهل التصوف، لا حرج في ذلك، الذين ينكرون عليهم في زماننا، إما الإنكار بجهل أو الإنكار بضلال بقصد، هذا أحد يعطيه مال حتى يشكل توجه آخر في البلد ويسبب مشاكل، هذا سبب من الأسباب قد يكون، وإما بسبب عيب في أناس ادعوا أنهم أهل هذا الطريق. وهذا السبب الأخير للأسف هو من الأسباب الأساسية. لابد أن نعترف، تكون عندنا شجاعة، شجاعة نقد الذات، نحن الذين نحب الطريق ومسلك أهل الله والتزكية، لابد أن نعترف أن الكثير إن لم يكن الأكثر اليوم ممن يدعون أنهم أهل هذا الطريق غير ملتزمين بهذا الطريق، وليسوا أكفاء بأن يمثلوا هذا الطريق. فلهذا لا نستغرب إذا رأينا من ينكر على هذا الطريق، لكن نقول لمن ينكر: أنكر على المخطئ، لا تنكر على المنهج الأصل. المنهج الأصل هو الإحسان، هو ركن من أركان الدين. يا أخي، أكثر مصائب الأمة بسبب غياب هذا الطريق، أكثر المصائب التي في الأمة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمة، أكثرها بسبب غياب هذا المسلك. الذي يسرق لماذا يسرق؟ لأن ثقته بالله ضعيفة، يقينه ضعف، هذا شأنه متعلق بالطريق. الذي يقتل لماذا يقتل؟ لأن نفسه غلبت عليه، أي أنه ناقص تزكية. الذي يؤذي زوجته لماذا يؤذيها؟ قلت مراقبته لله عز وجل وغلبت عليه نفسه. الزوجة التي تسيء إلى زوجها لماذا تسيء؟ كذلك لنفس السبب. الذي يهمل أولاده، الأبناء الذين يعقون آبائهم، الجيران الذين يؤذون جيرانهم، الرحم الذين يقطعون أرحامهم، المؤسسات، مدير الشركة الذي يظلم الموظفين، الموظف الذي ينهب من الشركة، العامل الذي يغش في الصناعة، المزارع الذي يغش في الزراعة، المسؤول في الدولة، الوزير، المحافظ، الحاكم الذي يخون رعيته أو يسيء إليها، كل الأحزاب المعارضة التي تتلاعب باسم حقوق الناس لمصالحها الضيقة، من الذي يدفع هؤلاء جميعا إلى ما يفعلون؟ غياب مراقبة الله. لو أن هؤلاء قد زكت أنفسهم، لو أنهم راقبوا الله عز وجل، لو أنهم ساروا على طريق التزكية الإحسان، لو عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يروه فإنه يراهم، لو عاملوا الله بهذا المعنى ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولو ما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. إذن نحن بحاجة إلى هذا العلم، ولما غاب هذا المسلك عن الأمة انحدرت الأمة وسقطت إلى ما سقطت إليه، لأن فيه لب المقصود من الكتاب والسنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح من الذي يعطيه؟ الله. من واهب الفلاح؟ من مقرر الفلاح في الوجود؟ من مالك الفلاح؟ الله الذي بيده أمر الفلاح، ربط الفلاح بتزكية الأنفس. إذا رأينا خيبة في أنفسنا، أو خيبة في مجتمعاتنا، أو خيبة في دولنا، أو خيبة في أمتنا، معنى هذا ضياع الفلاح. طيب كيف نستعيد الفلاح لأمتنا؟ نستعيد الفلاح لأمتنا بالعودة إلى كتاب الله. عدنا إلى كتاب الله، وجدنا الله يقول في كتابه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما الذي بعدها؟ ما جواب القسم هنا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الفلاح والخيبة مرتبطة بماذا؟ بتزكية النفس وتضييع التزكية. فإذا كان أمر يترتب عليه الفلاح والخيبة في الفرد والمجتمع والأمة بأجمعها، أيعقل ألا يكون لهذا علم يقعده؟ أيعقل ألا يكون له منهج يؤخذ؟ فتضييع الأمة لهذا، الأدعياء في هذا المنهج ممن يخالفون الكتاب والسنة بدعوى أنهم على طريق، الاثنان قد أضرا بالأمة. هذا السبب. السبب عيب فينا أهل الطريق، والسبب الآخر جهل أو ضلال أو ميل للمال وللدنيا عند من لا ينتقد بحق. ما هي علامة الذي ينتقد بحق؟ الذي ينتقد بحق لا ينتقد الطريق، لا ينتقد الإحسان، لا ينتقد القوم، ينتقد خطأ من يخطئ. يقول: هذا السلوك خطأ، هذا الفعل خطأ، هذه الإساءة خطأ. لكن لا ينتقد منهج أهل الحق أجمع، لأنه رأى أدعياء فيه. وإلا فما الفرق بينه وبين بعض الكفار في الخارج الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب؟ الذين يتهمون الإسلام بالإرهاب على أي أساس صدقوا التهمة؟ بسبب وجود مسلمين ارتكبوا أعمالا إرهابية خاطئة، صحيح أو لا؟ ثم جاءت آلة الإعلام وشوهت الصورة. إذا قلنا أن وجود من يخطئ باسم التصوف ويسيء وينحرف مبرر لمهاجمة هذا المسلك، إذن نعطي الحق للذين في الشرق والغرب يتهمون الإسلام بالإرهاب لوجود إرهابيين في المسلمين. نقول: لا، هناك إرهابيون مسلمون، لكن الإرهاب الإسلام ضد ذلك.
هناك أدعياء صوفيون لكن التصوف ضد ذلك. وكما عملت آلة الإعلام في الخارج للتشويه، عملت آلة الإعلام في بين صفوف المسلمين من أصحاب المناهج المناهضة التي لم تقم نقدها على النقد الصحيح الصادق الذي يريد التقويم، وإنما قامت على خلفيات بعضها سياسي بعضها تعصبي، أرادت بذلك دك حصن الذين على أيديهم حميت حصون الدين. الجهاد في سبيل الله من أربابه في الأمة؟ عندكم في الجزائر إذا قيل الجهاد تذكرون من؟ الأمير عبد القادر الجزائري. في ليبيا إذا ذكر الجهاد فرج الله عن أهل ليبيا، إذا ذكر الجهاد في ليبيا يذكر من؟ عمر المختار والسادة السنوسية. إذا ذكر الجهاد في الشام في فلسطين يذكر من؟ صلاح الدين الأيوبي في المتقدمين، وفي المتأخرين القسام. إذا ذكر الجهاد في مصر ضد الفرنجة وضد التتار من يذكر؟ أبو الحسن الشاذلي والعز بن عبد السلام وابن جماعة، هؤلاء قادة الجهاد في الأمة. عندنا في اليمن في حضرموت الذين قادوا الجهاد ضد البرازيل، البرازيليين عندما جاءوا يحتلون ساحل حضرموت، العيدروس وفضل، هؤلاء هم قادة الجهاد في الأمة. إذا فتشنا عليهم نجدهم أشاعرة أو ما تريدية في الاعتقاد، نجدهم يحترمون مذهبا من المذاهب الأربعة ويأخذون به، الأولون الذي ذكرناهم مالكية والآخرون آخرون شافعية، نجدهم على مسلك طريق. الأمير عبد القادر الجزائري كان شاذليا، من يجهل هذه المسألة؟ من يقرأ كتابه المواقف يرى ذلك، وهذا ثابت راسخ. القائد الكبير عمر المختار كان سنوسيا في مشربه، من ينكر ذلك؟ صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح فاتح القسطنطينية كان شيخه نقشبنديا قادريا، هؤلاء أئمة الجهاد في الأمة. فإذا طعنا في هذه المسالك طعنا في الجهاد. نعم يوجد كثير، وكرر، دخلت على الإنترنت رأيت أشياء فيها مخالفات للشريعة، هذا الباطل على من يفعل ليس على المنهج. لو قرأت كتب أئمة المنهج رأيت منهم من ينكر. إذن خلاصة هذا الحديث، وقد أطلنا فيه بسبب كثرة الأسئلة التي تأتي حوله، هذا منهج ثابت في الكتاب والسنة. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. له أئمته الذين وضعوا ضوابطه في كتبهم وبينوا الصحيح من السقيم والدعية من الصادق. له أشياخه الموجودون في كل بلاد لا ينقضون ولا ينتهون، الصدق في طلبهم يجمع عليهم، وعلاماتهم مذكورة في كتب القوم، كثر الأدعياء فيهم، نرفض الأدعياء ولا نرفض المنهج. يقول